أخيرا النهاردة ذكرى الفنان الكبير، ذكرى 21 على رحيل الفنان علاء ولي الدين. هذا الطفل النقي أبو قلب كبير اللي من أحباب آل البيت، اللي مات صغيرا يعني مات أقل من 40 سنة، بس كل اللي عرف هذا الرجل وأسرته ووالده، كل الفنانين اللي انتم شايفينهم على الشاشة دول كانوا بيروحوا البيت عنده ويأكلوا من إيد والدته. ورحل وائل، رحل علاء، لكن حتى هذه اللحظة علاء معانا. الصورة اللي فاتت دي بتاع شقيقه الأستاذ معتز ولي الدين المنتج المعروف، وهو يسير على خطى علاء النجم الكبير، يسير بالتواصل مع النجوم والشخصيات اللي كانت بتحبه حتى الآن. ما الذي تبقى من علاء غير السيرة الطيبة؟ أهلا وسهلا أستاذ معتز. أهلا بيك، كل سنة وأنت طيب. أنا لسه جاي دلوقتي من صلاة العشاء من السيدة نفيسة. كمان يا عيني يعني ده الليلة ليلة بركة خالص. ليلة ليلة بركة. الحمد لله على السلامة. سمعت حديث الأستاذ ياسر الجميل. طبعا. وعلاء كان كده. علاء احنا كلنا صوفيين يا ريس. صوفيين بمعنى اللي احنا بنحب أولياء الله الصالحين. اللي هو سيدة نفيسة وسيدة زينة. آل البيت كلهم والإحسان. نعم. طبعا. شلها يا أهل البيت. بتعملوا إيه في الليلة بتاع الذكرى يا معتز؟ والله إحنا ذكرى علاء أنا النهاردة زرته. وبعد كده طلعت على بعد صلاة العصر، صليت العصر في سيدنا الحسين، وبعد كده اتغديت في سيدنا الحسين وصليت المغرب، وبعد كده قلت أختم صلاة العشاء في سيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. رضي الله عنه وارضاه. فعلاء كان معودني يا استاذ خيري، طبعا حضرتك تعلم وانت من احباب اولياء الله الصالحين، ربنا يكرمك. كان موعدني يعني معودني على الزيارات دي. ودي نقلا عن ابويا الله يرحمه وعن جدي، الله يرحمه. جدي الشيخ سيد علي ده كان شيخ في الازهر قبل حضرتك. ومن محبين اولياء الله الصالحين، وكان قاعد جنب مقام السيده زينب في حته اسمها طولون. ايوه. حبة في سيدة زينب زي الاستاذ ياسر صادق كده. ايوه. فعلاء عودني على حب آل البيت، وده شيء جميل جدا، ولسه لغايه دلوقتي انا محتفظ بكل يوم قبل ما انام بالورد بتاع علاء بقوله. مش عايز اقول لك يا استاذ خيري هذا الورد افادني قد ايه في حياتي، فتح لي حاجات كتيره في حياتي، فتح لي ابواب رزق، فالحمد لله. ما تقول لنا ايه الورد، ايه مفاتيح الورد بس عشان اللي حابب يمشي عليها ويقرا الفاتحه العلاء. ربنا يخليك. هو ورد بعض من ايات القرانيه وبعض من الصلاه على النبي بطريقه معينه. ايوه. واخد بالك، بس بتوصل اللي احنا بنصلي على النبي 1000 مره. ايوه. اخبار حضرتك. أيوه. وبعض من الايات الكريمه وبعض من الادعيه، فده ورد علاء كان كاتبه بخط ايده. وخبر حضرتك كان نقله عن شيخ وهو محتفظ بيه في نطه في المذكرات، يعني في في الورق بتاعه. وانا الورد ده يعني محافظ عليه ولغايه دلوقتي بقرا، بس انا حفظته الحمد لله. اكيد اكيد. بس محتفظ بيه لغايه دلوقتي بخط علي الله يرحمه. طب ابعته لي والنبي يا معتز. اخوك مزنوق، ابعته لي في رساله بس. عينيك. تسلم عينيك، ربنا يخليك. حضرتك تؤمر يا استاذ. ربنا يخليك. مين من اصحاب علاء بيفتكروه بيكلموك في الوقت ده او والله معظمهم بيكلموني طبعا وبيسالوا عليا. وهنيدي بقى ده اللي انا عارف طبعا. الاخ الذي لم تلده امي، على طول دائم الاتصال ودائم السؤال عليا هو واسرته كلها صراحه يعني. نعم. فانت عارف هنيدي عشرة عمر. طبعا طبعا. وهو علاء يعني بدأوها جابوها من تحت زي ما بيقولوا، فدايما هنيدي متواصل معايا على طول. نتمنى يعني انا مش عايز بس اخص حد، كل الزملاء طبعا كتر خيرهم. طبعا. طيب خلينا ندعو الجميع اللي بيشوفونا يقروا الفاتحه على روح علاء ولي الدين ربنا يخليه ويدعوا له. وبشكرك جدا يا استاذ معتز، وتحياتي للاهل والاسره.